احنا جايين هنا روم ميوزيوم، رويال انتريو ميوزيوم، ده بيعملوا اخر يوم اخر تلات في كل شهر بيعملوه ايه مجانا الساعة 4:30 لـ 8:30 بيعملوا ايه مجانا. هنشوف ندخل دلوقتي ونشوف هيبقى فيه ايه. انا جاية مخصوص عشان انس عشان فيها اكسبيشن عن التيركس، وانس بيحب الديناصورات فجايين مخصوص في الجو التلج ده عشان انس. اسمها كده روم ميوزيوم اهو، اهو تيركس ده كده. اول ما تدخل روم ميوزيوم، انا عاملة فيديو قبل كده عنه على القناة، فيديو كامل عن المتحف كله لو عايزين تشوفوه هعمل حاطط لكم الرابط. وهنا في محلات طبعا عشان تشوف الحاجات اللي فيها. دخلنا الاكسبيشن اهو. They look so cute when it's small. Like 1 year old, 4 year old. بس اكنه بيتحرك من ورا بس كده بس. هو مضلمين الدنيا ليه كده؟ It's for that, so they can عشان تشوفوا هو. جايب لك المراحل او العائله بتاعته كلها. شوف الاكزيبيشن كله بتاعه، الحفريات، ده جمجمه. استنى كده، شايفين الجمجمه قد ايه؟ شكله عامل ازاي؟ وهنا بيعلموهم ازاي بيقعدوا يطلعوا الحفريات. ما بيقعدوا بيطلعوا براحة براحة عشان الحاجة ما تتكسرش. عشان الحاجة ما تتكسرش. ودي العدة اللي بيعملوا بيها. استنى كده، بص الحاجات اللي بيعملوا بيها. دي العدة. شايفين العظمة قد ايه؟ واسعة واسعة كده. الجمجمة. And this is the toe. دي الايه؟ The toe. دي الصباع بتاعه، صباع رجليه. الجمجمة قد ايه؟ ده بيبقى معرض بيتعمل كل شوية بيختلف بقى المعارض دي. مرة قبل كده كانوا عاملين حاجة عن توت عنخ آمون، دلوقتي عن التيركس. فكل مرة بيختلف الحاجات اللي هم بيعملوها. حلوة البتاع اللي بتلف دي. فزي ما قلت لكم كل آخر ثلاث في الشهر بيعملوه ايه مجانا من الساعة 4:30 للساعة 8:30. فحاجة حلوة. الروم كله ده هوت، احنا عاملين لكم فيديوهات عنه قبل كده. فلا حاجة تحفة يعني. بس بصوا ده عاملينه اكنه بيمشي ازاي. هو هيكل عظمي كبير اهو. استنى بس، استنى. الجمجمة كأنها بتاعته تتحرك. وعاملين هناك، لا لا حاجة كبيرة كبيرة. تعالى بس بصوا دي، كأنك واقف قدام ديناصور حقيقي. يا لهوي بص قد ايه تدخين قوي. والعيال الصغيرين اللي هناك دول. بص كأنهم ماشيين هناك لوحة ثلاثية الأبعاد. ده اللي عجبني، ده أكنه ماشي، أكنه ماشي في الأرض. بص بص
ده قسم تاني بقى في بقية المتحف. افتح افتح لدرجة باسل. ده قسم للحيوانات و هتلاقوا يعني بيبقى بيوري الأطفال كل الحيوانات وبيوري الحاجات. هتلاقوا فيديو مفصل ليه. بصوا الأدراج ويشوفوا بقى كل الحشرات والحيوانات وكل حاجة ويلعبوا بالحاجات ويستكشفوا. بصوا حاجات حية كمان اهي. يا ناوي مامي يا مامي كل حاجة يستكشفوا كل حاجة. وفي بقى كمان الأجزاء كمان التانية اللي فوق بتدهوت الفراعنة والرومان وكل حاجة هتلاقوها بقية الأقسام التانية. فهو متحف شامل يعني. هبحط لكم الرابط بقيت المتحف لو عايزين تتفرجوا عليه. بس ده انا كده فيديو صغير حبيت اوريكم بس ايه الاختراع الجديد او الحاجه اللي انا اكتشفتها الجديده اللي هي حكايه اليوم الفري او الساعتين الثلاثه الفري اللي هم عاملينها. بس يلا نشوفكم فيديو جديد وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ومع السلامه. باي باي.